بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل: الأذان بالمعجمة والإقامة، أي كل منهما سنة مؤكدة لمواظبة السلف والخلف عليهما. طيب، كلام جميل. الأذان هو هنا بيضبط الأذان وبيقول إن الأذان بالذال المعجمة، يعني ليست أدان، أدانة يدينه دينه، يبقى دائما من الدين كده، لكن الأذان لا، الأذان والأذين والتأذين بالمعجمة. أذان، أذين، تأذين بالمعجمة، يعني اللي فوقها إيه؟ نقطة تزيل عجمتها. لغة الإعلام، يبقى أذن معناها إيه يا مشايخ؟ معناها أعلام. طب وشرعا؟ عبارة عن قول مخصوص سيأتي النص عليه بعد ذلك. يعلم به، يعني جعل من أجل إعلام الناس بدخول وقت صلاة مفروضة، يبقى هو حق للوقت وليس حق للصلاة. على الجديد والقديم هو حق للصلاة لا للوقت. يبقى شرعا هو قول، يدخل في بقى غير الأذان كل قول سواء كان أذانا أو لم يكن أذان، مخصوص على الطريقة التي سيأتي بها أخرج ما عدا الأذان. يعلم به، يعني إنما أتي به من أجل أن يحدث إعلام بدخول وقت الصلاة المفروض. قال علماؤنا: والمعتمد أنه حق للصلاة وليس حق للوقت، لكن هو التعريف الذي أتوا به يدل على أنه حق للإيه؟ للوقت. يعلم به دخول وقت الصلاة، لكن هو ليس حقا للوقت، ولكن هو حق للصلاة بدليل أنه يؤذن للفائت. ولو كان حق للوقت لما أذن للفائت. قال علماؤنا: وأكفر جاحده، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم علم يشابه العلم الضروري في أنه لا يجحده العامة والخاصة، في أن علمه صار مشهورا بين الناس. والإقامة يجحده، يعني ينكره، يقول لك الأذان ليس من دين الله، ما فيش حاجة اسمها أذان يا عم، ده تعالى وفي الأدلة هي واحد اتنين، ده لا أنا جحدها برضه يا ابن الحلال، ده الدنيا كلها والمسلمين تميزوا بهذا، ده الكفار عارفين ان المسلمين عندهم أذان. يقول لك لا. والإقامة في الأصل، الإقامة مصدر لأقام، أقام يقيم إقامة، وسمي الذكر المخصوص بها اللي هو المعروف لأنه يقيم إلى الصلاة، لأن ده اللي بيعمل إيه؟ يدفعك ويبعثك ويحثك على القيام إلى الصلاة. وشرع أي الأذان والإقامة في السنة الأولى من الهجرة. والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع، يعني أجمع العلماء من هذه الأمة المحمدية على مشروعية كل من الأذان والإقامة، إلا أنهم اختلفوا. هل يا ترى المشروعية دي مشروعية سنة مؤكدة
أم مشروعية فرض كفاية؟ لأن المشروع يا أولاد أوسع، وهذه الأحكام أخص في ذواتها، فالمشروع يشمل الواجب والمندوب والمستحب، المستحب هو الواجب، والمباح. طب والمكروه غير مشروع؟ والحرام غير مأذون فيه ولا غير مشروع؟ لكن اختلف العلماء في كيفية مشروعيتهما، فقال المصنف الإمام النووي: أي كل منهما، أي من الأذان والإقامة، سنة مؤكدة على الكفاية. يبقى الأذان والإقامة يا مشايخ سنة مؤكدة على الكفاية. ده في انت بقى بتقول ايه بقى عشان افوق لك؟ ده كلام الشارح. ماله؟ ما انا قلت ده كلام النووي. ايه؟ لا لا، ما هو السنة المؤكدة، قال المصنف سنة مؤكدة، ده من كلام المصنف. سنة مؤكدة الإذان والإقامة سنة مؤكدة، لكن كل منهما دي أصلا تفسير، يعني هو عايز إيه؟ لا إله إلا الله. ماشي، أصل شو بقى عمل فيك إيه الحفظ؟ طب سمع بقى، يعني كل ده أنا سايبك، خلي بالك كل ده أنا سايبك علشان إيه؟ ملزمكش، بس من النهاردة هتسمع المد. والأذان والإقامة سنة، صح؟ يبقى كل منهما دي من كلام الشارع، ومؤكدة من كلام الشارع. يبقى سنة، يبقى كل منهما، أي كل من الأذان والإقامة سنة مؤكدة، أي على الكفاية. أما في حق المنفرد فهي سنة عين، يبقى هي سنة، سنة عين في حق المنفرد، وسنة كفاية في حق من يؤذن للجماعة. طب إيه بقى حكم أذان الجمعة؟ نفس الكلام، أذان الجمعة إما أذان الجمعة دي بتتفعل بقى في جماعة، يبقى سنة على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، كابتداء السلام. ابتداء بالسلام ده سنة كفاية، إذا فعله هو سقط الطلب عن الآخرين. طب والرد؟ الرد عليه؟ لا، الرد واجب. إلقاء السلام سنة ورده واجب. ما هو ده مش على جماعة، ده فرض لمواظبة السلف والخلف عليهما، أي على كل من الأذان والإقامة. قال بعضهم: السلف هم الصحابة، والخلف من بعدهم، وهذا هو المشهور. السلف الصحابة، والخلف التابعين ومن بعدهم، فالصحابة ومن بعدهم واظبوا على كل من الأذان والإقامة. بس خلي بالك إن المواظبة لا نستطيع أن نستنبط منها إنه واجب
أو إنه سنة، لأن المواظبة قد تكون لكونه سنة مؤكدة، لكونه سنة مؤكدة، وقد تكون المواظبة لكونه واجب أو فرض كفاية. المواظبة هي تدل قطعا على المشروعية، وأما ما عدا ذلك فيحتاج إلى دليل آخر. لكن وكأن الشارح المحلي يستنبط من مواظبة السلف والخلف على كل من الأذان والإقامة السنة المؤكدة. وقال بعضهم السلف ما قبل 400، يعني قبل سنة 400 ده سلف، بعدها ده خلف، أما احنا بقى ده احنا خلف الخلف. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذه بقى دي إضافة تضم إلى ما ذكره الشارح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بهما في حديث الأعرابي، ولو كانت واجبة لما تركه، لأنه سأله عن الصلاة والوضوء وما يتعلق بهما، مع أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الوضوء وذكر له الاستقبال وذكر له أركان الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. يعني كانوا هنا بيقول لو يعلم الناس ما في النداء، يبقى ده أسلوب ترغيب في فعل النداء وهو الأذان أيضا والإقامة، وترغيب في المواظبة على حضور الصف الأول. ولأنهما أي الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة فلم يجبا كغيرهما من كل ما كان إعلاما. وقيل، انتهينا من الجملة دي. حد عايز يسأل؟ قصة ده به الإعلام. العلاقة بينهما اشتمال المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. القول الذي يحدث به الإعلام أو الذي جعل من أجل الإعلام، فبداخله الإعلام، كما أن الصلاة لغة الدعاء واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مشتملة إلى آخره. ما هو المنفرد ده بيسمع صوت الملائكة والجن، يجي في حديث أبي سعيد الخدري هذا، لكن هو شأنه هكذا إعلام. وفي المنفرد إعلام، لا إعلام كل من يسمعه من إنس وجن وملائكة، فإنه لا يسمع بدا صوتي المؤذن من إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. ده حديث أبي سعيد الخدري. طيب ها قول يا مؤكد. انت عايز تستنبط ولا هو استنبط؟ الاسلوب نفسه فيه يعني فيه يعني تمني او ترجي لو يعلم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه. ده كده يبقى حاجه اسمها دلاله الاقتران، ان الاستهاء ان المواظبه على الصف الاول ده سنه، وقرن بها الاذان. لا، ليس هكذا. هو الاسلوب نفسه في ترغيب،
قال له لو تعرف اللي في الموضوع ده لو كنت عملته. ده الأسلوب نفسه ما فيهوش حمل، ما فيهوش إلزام، وإنما فيه يعني إبصار. قال له خلي بالك ده فيه خير كبير قوي قوي. ده إيه معناه؟ إيه مدام فيه خير يبقى عمل. لكن يبقى العبارة نفسها ما فيهاش عبارة إلزامية. طيب من الصيغة لو يعلم الناس، قال ده عبارة عن إيه؟ عن ترغيب، ترغيب فيه ها النداء. طيب هات لنا كده البخاري فتح الباري. لا لاستهموا عليه. هات يا عم شرح الحديث، وهات لي بعد كده من حته الباري. ها انت دور في حاجه وهو يدور في حاجه. مين تاني معاه كمبيوتر غير انا؟ طيب وانا ادور انا كمان. أهو بيقول لك يا مولانا ما في النداء والصف الأول، ده منحة الباري لمولانا وسيدنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. ده موصله بالنت ولا هو بيوصل بالنفسه من غير نت؟ بارك الله فيك وفي باقتك ينتفع بها القاصي والدامي. صدقة جارية وأبهم فيه الفضيلة. يعلم وأبهم فيه الفضيلة ليفيد ضربا من المبالغة. هيعلم في إيه؟ ما قالوش بقى يعلم في مثلا كثرة الثواب، يعلم به مغفرة المغفرة من الذنوب. أبهم ليفيد المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف. بيقول لك ده أنت لو تعرف، أنا مش هقدر أوصفه لك. قال لا يجدون في نسخة لا لم يجدوا، وفي أخرى لا يجدوا بحذف النون وهو ثابت لغة وإن كان قليلا، إلا أن يستهموا يعني يقترعوا. ثاني عم اللي بعده عليه أي على الأذان والصف. لا استهموا عليه، والمعنى أنهم لو يعلموا فضيلة الأذان، شوف كل ده ترغيب، وفضيلة الصف الأول وعظيم جزائهما، ثم لا يجدون طريقا يحصلونهما به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن المسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيلهما. طيب يبقى كله نوع من أنواع الإيه؟ نوع من، طب هات لنا كده بقى ابن حجر، نوع من أنواع الترغيب. مين اللي معاه تاني؟ قول. لا تدري، قول الكلام الكثير.
فتح الباري هو لابن رجب. وقال: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ لستهم عليهما، فهذا مفسد بالمراد من غير تكلف. قوله التهجير أي التبكية من الصلاة. لن يبني قوله باب الاستهام في الآذان أي الاقتراع، أي الاقتراع. ومنه قوله تعالى: فساهم. مش عندك فتح الباري ولا لسه بيحمل؟ هو قابل كمان زي بقية الأجهزة يقعد يحمل ساعة؟ يا حلاوتك يا قابل، قابل أو ما قابلش، قابل أو إيه ما قابلش، ثواني نجتهد. في حاجة تانية خالص. كرسي. اقرا. قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد الاستمرار العين. قولهما في النداء أي آذان، وهي رواية بشر بن عمر. قوله والصف الأول من قوله إلا أن يستهموا أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية إلا الاستهام. أما في الآذان فبأن يعني ده دليل على إيه؟ ده دليل على المصارعة، على أنهم لو يعلموا ذلك لذهبوا جميعا في وقت واحد. ليه؟ لأنه كله سيسارع ويحاول أن يسبق الأول فيتزاحموا على المكان من أجل تسابقهم ومن فرط مجيئهم إليه مبكرا. قولوا إلا أن يستهموا أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية. أما في الآذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت صح. ونحو ذلك من شرائط المؤذن. دي فوائد مهمة، إن هم هيتفق المؤذنون، ما هو كله بقى يذهب مبكرا من أجل أن يعني يؤذن ليحوز فضيلة الأذان، وكلهم في درجة واحدة صالحون للأذان، بأن كان كل واحد منهم عالم بدخول الوقت. ها ايه تاني اللي بعد دخول الوقت؟ وحسن الصوت. كل واحد منهم صوته نادي جميل يدعو الناس بصوته، بس صوته يبقى عالي بس صوته. ها يلا. ونحو ذلك من شرائط المؤذن. صحيح، ده لسه هياتي كل ذلك. شرائط المؤذن وتكميلاته. ماشي، من الشرائط والسنن والمستحبات والى اخره. واما في الصف الاول ده بالنسبة للأذان. طيب هيتعدوا في الصف الأول في إيه؟ فبأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل، فيقرأ بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. طيب دلوقتي هم كلهم هيجوا في وقت واحد ويتدافعوا على المكان، ومفيش بقى هناك أوجه من أوجه الأرجحية، كل اللي جاي رجال، كل اللي جاي من حفظة القرآن. واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد. يعني جم 10 مرة واحدة والمكان لا يسع إلا 3،
يبقى إيه اللي هيقترع تلاتة على المكان؟ ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التوبية من الإمام لما فيه من المزية. كل ده احنا عايزين نعديه، لأن احنا عايزين نبحث عن وجه الدلالة. أنا قلت وجه الدلالة إن الحديث دليل على الترغيب ودليل على، واخد بال حضرتك، المبادرة والمسارعة إلى الأذان وإلى الصف الأول، وليس فيه إلزام وحتم على المكلف. وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأول لا على النداء، وهو حق الكلام لأن الضمير يعود لأقرب المذكور. ماشي. ونزعه القرطبي وقال: إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعا لا فائدة له. ولا كل ده أنا عايزه، كمل عدي. ولا كل ده احنا محتاجينه. شوفوا كده في طرح التثريب يا مولانا، في طرح التثريب ايه ده؟ مفيش حاجة تانية عندك في الفتح؟ وقال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنى لا حس. معنى لا حس بس كده خلص إلى آخره. وفي ثم قول باب الكلام في الأذان. طيب ما هو ده اللي أنا قلته. قول كده، هات كده طرح التثريب. طرح التثريب عندنا هنا، طرح التثريب هتلاقي عندك في الشمل. لو يعلم طرح التثريب، اكتب كده: لو يعلم طرح التثريب. طب ماشي. ايه؟ غير موجود في طرح التثريب. والله في موقع على النت بيقول لك هذا الحديث، هذا التوجيه النبوي العظيم فيه ترغيب وتحفيز وحث على جملة من فضائل الأعمال المتعلقة بالصلاة والتبكير إليها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس
إلى آخر. أي لو يعلم الناس فضل الأذان وثوابه، لو يعلم الناس فضل الأذان وثوابه لحرصوا عليه حرصا شديدا، وتنافسوا عليه تنافسا يجعلهم يقترعون القيام به. وقد ورد فيها أحاديث أخرى التصريح بثواب المؤذنين. خلاص ماشي، بارك الله فيكم. عندك حاجة تانية؟ مين عايز يسأل قبل أن ننتقل؟ وقيل فرض كفاية لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وقيل كل من الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. والدليل على أنهما من فروض الكفايات أنهما من شعائر الإسلام وعلاماته الظاهرة التي إذا أخل بها أحد كان في ذلك استهانة بشعائر الإسلام، والاستهانة بشعائر الإسلام حرام. ورتب علماء على ذلك أنه إن اتفق أهل بلد على تركهما، أي على ترك كل من الأذان والإقامة، تواطؤوا معا على ألا يؤذنوا على ألا يقيموا، قوتلوا أي قاتلهم الإمام كقتال البغاة لا كقتال المرتدين، على الثاني الذي يقول بأنه فرض كفاية لأن هذا هو شأن فرض الكفايات دون الأول، يعني لا يقاتلون على الأول الذي يقول بأنه سنة كفاية، وإنما يشرعان للمكتوبة، يعني يشرعان للصلاة المكتوبة دون النافلة ودون الصلاة المنذورة ودون صلاة الجنازة، حتى وإن كانت صلاة النافلة وصلاة الجنازة والمنذورة شرعت لها الجماعة، أصل شرعت لها الجماعة هتقرب من الإيه؟ صلاة الواجبات الخمس. قال حتى وإن شرعت لها صلاة الجماعة، لأن الأذان لم يرد في هذه الصور، يعني لم يرد أنه قد أذن لصلاة الجنازة، ولم يرد أنه قد أذن للنافلة، ولم يرد أنه قد أذن للمنذورة، فلا يندبان، يعني فلا يندب كل من الأذان والإقامة، بل لو فعلهما يكرهان لعدم ورودهما فيهما، بل لو فعل الأذان والإقامة كرها، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. نعم قد يسن الأذان لغير الصلاة، هناك صور تكلم علماؤنا على أن الأذان فيها سنة وإن كانت ليست من باب الصلاة، كما في آذان المولود، الأذان في أذن الصبي وفي أذن المهموم الذي أصابه هم أو غم يسن أن يؤذن في أذنه من أجل إذهاب الهم والغم عنه، والمصروع الذي أصابه الصرع بسبب مس شيطاني، والغضبان شخص غضبان شديد الغضب يؤذن في أذنه لأن الغضب من الشيطان، لعله إذا سمع الأذان ذهب عنه نداء الشيطان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، يعني إنسان سيء الخلق أذن في ودنه لعل وعسى، أو أذن أمامه يذهب سوء خلقه،
أو بهيمة عصية عن القيادة، أذن أمامها أو في أذنها لعل هذا يعني يذهب عنها. وعند مزدحم الجيش، وعند ازدحام الجيوش، وعند الحريق لعل أن النار تنطفئ بذلك، وعند تغول الغيلان اللي هو تمرد الجن، مردت الجن يعني رأينا آثارهم ورأينا مكرهم يزداد، أذن من أجل إذهاب هذا لخبر صحيح ورد فيه. والأذان والإقامة خلف المسافر سفر غير معصية، يستحب أيضا وهو ماشي كده أذن وراه. والإقامة والأذان والإقامة خلف المسافر، قال يهو سفر غير سفر المعصية، سواء كان سفر قصر أو غير قصر، سفر نزهة أو سفر حاجات، فكل هذه السفرات يستحب أن يؤذن فيها خلف المسافر. فهمنا؟ هذه جملة ما ذكره علماؤنا من استحباب الأذان في هذه المواطن. ويقال في العيد ونحوه، يعني ونحو العيد من كل نفل تشرع فيه الجماعة. إيه هو نحو العيد؟ إيه اللي ممثل للعيد؟ كل صلاة نفل شرع وجاز فيها فعلها جماعة، مثل صلاة الكسوف الجماعة فيها سنة، ما هو المشروعية أعم، والاستسقاء وكذلك صلاة الاستسقاء يسن تسن فيها الجماعة، والتراويح تسن فيها الجماعة لا الجنازة، لا يقال في صلاة الجنازة الصلاة جامعة. ليه؟ ايه الفكرة؟ قال اختلاف المقصد. انت بتقول الصلاة جامعة لإحضار الناس من أماكن شتى، شأنها كذلك، عشان ما تجيش تقول لي طب افرض الناس اجتمعوا، ما نقولهاش، وهم حتى لو اجتمعوا في ناس تانية عايزين نعلمها ونجيبها. لا جنازة، لأن المشيعين حاضرون غالبا، غالبا ما بيجيبوا الجنازة ويحطوها في المسجد يبقى كل الناس موجودة، فلا حاجة لإعلامهم لأنه كلهم موجودين. ولذلك عبر علماؤنا بغالبا، لأن أحيانا تيجي الجنازة وننتظر المصلين، لكن هذا من النام من القليل، إلا إن احتاج. طب افرض احتاجنا نعمل إيه بقى في صلاة الجنازة؟ ما نقولش كده، ما نقول إيه؟ نقول الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، وما زلنا نقول هذا كما وقع قديما وما زال يتردد حديثا. طب هو ده ورد عن سيدنا النبي؟ ده نوع من أنواع الدعاء، بنقول يا أخواننا احضروا وصلوا على المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تدخل تحت النصوص العامة. إذا يعني أمتنا رأوا، وده كان عليه العمل خلي بالك، ورآه العلماء وأقروه، ومش جيل واحد بس، أستولى صيدولة مع السلطان. إيه علاقة السلطان بهذا النداء؟ واخد بالك؟ أصل دول يا ابني أنت موهوب، أنت عندك نظرية اسمها نظرية المؤامرة، أنت عندك مشكلة في عدم الثقة في علماء الأمة، أنت مريض نفسي، عالج نفسك بقى، واخد بالك حضرتك؟ فبيقول إيه؟ الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، أخي بالك؟ طب ما ديت مش موجودة في السنة ولا موجودة عن أحد من الصحابة، ولكن
فعلها الناس ورآها العلماء مع اطلاعهم على الشريعة وأقروهم عليها، لأنهم رأوا أن هذا داخل في إطار الأدلة العامة، أن هذا دعاء للناس لكي يحضروا لأداء العبادة، فهو أمر بمعروف وهو نداء لعبادة واجبة فيشابه الأذان وهكذا. طيب، ويقول في صلاة العيد ونحوه من كل نفل تشرع فيه الجماعة: الصلاة جامعة، في أحد الضبط، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ولسه نتكلم عنه، وإنما قال ذلك لوروده في حديث الشيخين. انتبه، يبقى ورد فين يا مشايخ؟ في البخاري ومسلم. طب ورد في ايه؟ ورد في الكسوف، في صلاة الكسوف بس. وقيس به، يبقى ما وردش في غيره، لكن القياس جرى في غيره. قياسه أصل في التعبديات الوقف، صح، كلامه صحيح، بس انت فهم غلط، إلا إذا كان هناك دليل من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع أو الأشياء التي اعتبرت شرعا في استنباط الأحكام. قال في حديث الشيخين في الكسوف: ويقاس به، أي بالوارد وهو صلاة الكسوف، نحوه. إيه بقى نحو صلاة الكسوف؟ كل نفل شرعت فيه الجماعة مثل صلاة الكسوف في هذا الحكم، كل ما يماثله مما تشرع فيه الجماعة. فإذا قال الصلاة جامعة سن لك أن تجيبها بلا حول ولا قوة إلا بالله، تقول وراه لا حول ولا قوة إلا بالله، قياسا أيضا على الأذان، قياسا عليها مشايخ على الأذان. طيب، يعني هم بيقولوا الصلاة جامعة منصوبة على إيه؟ قالوا منصوبة على الإغراء، يعني حضروا الصلاة حال كونها جامعة، أو الزموا الصلاة حال كونها جامعة. يبقى الصلاة جامعة، يبقى الصلاة منصوبة على الإغراء، يعني الزموها، وجامعة منصوبة على الحال، يعني الزموا الصلاة حال كونها جامعة للخير، جامعة لرضا الله سبحانه وتعالى، وجامعة على الحال، يعني نصب كذلك جامعة على الحال، كما قاله الإمام النووي في كتابه الدقائق المطبوع مع المنهاج، طبع الدار المنهاج. يبقى هنا اقتصر بس على ايه؟ على هذا. فين المغني؟ معاك المغني يا ولد؟ اقرأ إعراب الأربع إعرابات اللي فيه، يلا شنف آذاننا يا ولدي. قال الشيخ الخطيب رضي الله عنه: صلاة الجامعة لورود في الصحيحين في الكسوف. لا، أنا عايز إيه؟ قلنا الإعراب منصوبان، الأول على الإغراء والثاني بالحاجة، صح، أدي قلناه، أي احضروا الصلاة والزموا حالة كونها جامعة، ماشي، واضح. ويجوز رفعهما على المبتلى والخبر. الصلاة جامعة، يبقى الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، واضح، هذه وجه ثاني. ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه. ورفع أحدهما الصلاة جامعة، هذه الصلاة حال كونها جامعة،
وده على مجيء الحال من المبتدا، وهو جائز عند سيبويه. قول على النصب الاخر على الاضرار في الجزء الاول وعلى الحانيه في الثاني. ماشي، يعني الصلاه جامعه، هذه الصلاه جامعه او الصلاه جامعه. ها، وكالصلاه جامعه الصلاه كما نص عليه. استنى، لا لا لا، ولا كل الاوجه دي انت بتعك فيها، وريني. هو النسخه بتاعت القليب وعميره عاملاها فيصل؟ مين اللي معاه النسخه دي؟ بس القليب وعميره. مين من معه هذه النسخه بتاعت فيصل عيسى الباب الحلبي القليوبي وعميره؟ وريني كده يا ابني. لا، اللي هي ورق، وريني ورق اصفر. لا، الورق اللي زي ده ورق نباتي. وريني. قال القليوبي: ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر. آدي وجه، ورفع الأول ونصب الثاني. رفع الأول يبقى إيه؟ الصلاة جامعة، وعكسه اللي هو إيه؟ الصلاة. لا، ما احنا الصلاة بقى، ما بيقول لك إيه رفع الأول، يبقى أنت تنصبه تقول الصلاة جامعة. ايه؟ خد الايه؟ الاغراء في الثاني. هذه الصلاة الزموها جامعة. طب نشوف الموني. قال: والجزآن منصوبان، الأول على الإغراء والثاني بالحالية، أي احضروا الصلاة والزموها حال كونها جامعة. واضحة جدا، قلناه، وده اللي ذكره الإمام المحلي. ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر، يبقى ده الوجه الثاني. ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره، ورفع أحدهما يعني ممكن تقول الصلاة جامعة، هذه الصلاة جامعة، أو أنت تقول الصلاة جامعة يعني احضروا الصلاة هي جامعة. ونصب الآخر أو عكسه، يبقى رفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره، أو عكسه. ونصب الآخر في الجزء الأول، يبقى الصلاة جامعة، وعلى الحالية في الثاني. ماشي، وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الأم. يعني مثل قولي الصلاة جامعة أن يقول الصلاة. ده خلاص كده، يعني إلى الثاني انتهى الإعراب. بعد كده قال: وكالصلاة، ممكن تقول وكالصلاة جامعة الصلاة، يعني مثلها في الحكم كما نص عليه الإمام الشافعي في الأم. أو هلموا إلى الصلاة. ليه؟ لأن المقصد هو الدعاء إلى الصلاة. أو الصلاة رحمكم الله، كل ده قاله الإمام الشافعي.
أو نحو ذلك، الصلاة الصلاة، وخرج بذلك الجنازة. الجنازة والمنذورة والنافلة التي لا تسن فيها الجماعة كالضحى أو سنت فيها. طب خلاص بقى احنا كده خلصنا، يبقى كم وجه كده؟ حد يعرف يجمل الأوجه؟ عندك ابن حجر قال كم وجه؟ هو المحل ذكر الأشهر خلص دماغه. الخطيب أتى بكل الأوجه. عندك بقى كم وجه عندك في ابن حجر؟ الصلاة فيها ثلاثة أوجه. الأول الصلاة، ثواني، الصلاة منصوبة على الإغراء، يبقى إلزموا الصلاة. ونيجي الجامعة، ها يلا يا عم اذكر، وبعد كده بقى اقول بقى أربعة خمسة. وقال زي ليه؟ الصلاة بنصبه إغراء ورفعه مبتدأ أو خبرا. طب ما انت بتجري ليه؟ اذكر. يبقى الوجه الأول الصلاة بنصبه على الإغراء ورفعه مبتدأ أو خبرا، على الإغراء ورفعه مبتدأ. ثواني بس كده. يبقى الصلاة جامعة، أي يبقى الصلاة هي مبتدأ وجامعة خبر، أو تخلي الصلاة خبر وهذه الصلاة جامعة، تن أو تن. ها جامعة بنصبه حالا، صح. والتاني ورفعه خبرا للمذكور، صحيح. الصلاة جامعة أو للمحذوف، أو إن أنت تقول الصلاة هي جامعة، أو مبتدأ حذف خبره، أو جامعة يبقى إيه؟ مبتدأ خبر محذوف لتخصيصه بما قبله. ها طب ماشي يلا. والجديد ندبه، أي الأذان للمنفرد بالصلاة في صحراء أو بلد إن لم يبلغه أذان المؤذنين، وكذا إن بلغه كما صححه المصنف في التحقيق والتنقيح. آه. ويقال في العين ونحوه كيف تشرع فيه الجماعة، يعني حتى وإن شرعت فيه الجماعة لكنه يصلي منفردا، هل يسن أن يقول؟ في عندنا آيات إن شاء الله في النوافل، هناك صلوات شرعت لها الجماعة وصلوات لم تشرع فيها الجماعة. نعم نعم. أنا أقصدني مثلا هو صلى التراويح منفردا، هل يسن له أن يقول الصلاة الجامعة؟ وصلى التراويح منفردا، ما قال ويقال في صلاة العيد ونحوه من كل ما تشرع له الجماعة، فهو صلاها فهو صلاها منفرد، هل يقال هذا أم لا؟ طب هيقولوا الميه أصل هي مثلها مثل الإقامة، فنعم يقوله نعم لأنها مثل الإقامة، كما أنه يقيم وهو واقف واستنهض كذلك هذا. مين اللي عايز يسأل تاني؟ بيقول والجديد، قال الرافعي الذي قطع به الجمهور، يبقى الجمهور قالوا الجديد ايه ده؟ قالوا ما فيش الا القول ده فقط ولا خلاف في المذهب، فقطعوا بهذا القول اللي هو ايه؟ ندبه، اي الاذان للمنفرد. قال ده المنفرد يندب له ان يؤذن بلا خلاف وما فيهاش قديم ولا غيره.
قال والجديد ندبه أي الأذان للمنفرد. قالوا المنفرد الذكر بالصلاة، يبقى ندبه للمنفرد بالصلاة في صحراء يعني لوحده، انفرد ويريد أن يصلي يؤذن، أو في بلد أراد أن يصلي بمفرده إن لم يبلغه أذان شخص آخر، إن لم يبلغه أي المنفرد أذان المؤذنين. وكذا، وكل ما بعد كذا تعلمنا أنه إيه؟ فيه خلاف. وكذا إن بلغه، يعني سواء بلغه أو لم يبلغه، يبقى إن لم يبلغه بلا خلاف. وكذا يستحب له أن يؤذن إن بلغه أي المنفرد أذان المؤذنين، كما صححه المصنف الإمام النووي في كتابه المسمى بالتحقيق والتنقيح، اللي هو إيه بقى التنقيح؟ اللي هو شرح فيه الوسيط. مطبوع على الوسيط، 7 مجلدات، وهتلاقي على الشاملة. بس ما عرفش انت ليك تستعمل بالشاملة سارول، حد ما عندوش الشاملة؟ ده انا نزلت احدث اصدار للشاملة عندي، لان انا شغال بيه على طول وعلى عرض كمان. من بحضر ازاي؟ لسه اقعد اكتب كل الكلام ده باخده من الشاملة، واخد بالك من ده ومن ده ومن ده ومن ده، ان لم اجد هنا ولا هناك خلاص بيبقى كتابة، او الكتابة مريقة وتأخذ وقت. وجزم به ابن المقري في روضه، جزم به يعني لم يحكي فيه خلاف، وقال بأنه يستحب أذان المنفرد بلا خلاف وهو المعتمد. والأصل فيه يعني والدليل في طلبه للمنفرد الحديث الآتي، والقديم اللي بعضهم أصلا ما أثبتوش، في بعضهم ما أثبتش القديم، ولذلك الإمام الرافعي قطع به. وفي شوية كلمتين حلوين في المسألة دي في القليوبي، معنا مش معنا هذا قارئ الكلام ده، كنت زمان أقرأه واروح أناقش بمشايخ رضي الله عنه. والقديم لا يندب له أي للمنفرد أن يؤذن لقديم، قال له أصل الأذان حق للإيه؟ للصلاة. لا، لو للصلاة يأذن. قال له أصل الأذان ده قصد من أجل الإعلام بدخول الوقت، ده الجديد، ده القديم اللي احنا بنتكلم فيه، لأن المقصود من الأذان الإعلام. ما يعني الجديد بيقول حق للصلاة يا ابني، القديم بيقول حق للوقت أهو. إيه؟ أو القديم بيقول لك لأن المقصود من الأذان الإعلام، الإعلام بدخول وقت الصلاة. إعلام مين؟ إعلام الناس. طب ما فيش ناس يبقى لا فائدة من الإعلام. ليه؟ لأن أنت ما أنت عارف، هو أنت هتعرف؟ طب ما أنت عارف، لأن المعرفة حصل عندك، وتحصيلها تحصيل للحاصل، وذلك لا يجوز.
يبقى الأذان المقصود من الأذان الإعلام، وهو منتف في المنفرد. لماذا؟ لأن المنفرد عالم بدخول الوقت فلا يحتاج إلى الأذان. قال الرافعي بعد ذكر القولين، كلام ده فين؟ في العزيز شرح الوجيز. كما في الوجيز للإمام الغزالي، والجمهور اقتصروا على أنه، انت مالك؟ ايه اللي مش فاهمه؟ أصل انت لما بتتنح بتبقى مشكلة. ما هو القديم بيقول الهدف من الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، والراجل دوت إعلام بإيه؟ هو المطلق الإعلام. خليك معايا، إعلام إيه؟ الأذان ده جعل من أجل إعلام الآخرين بدخول وقت الصلاة. حيث ان الامام النووي رجح في هذه المساله. فين بس؟ فين هو؟ وريني. احنا بنقول القديم اعتمد على المقصود من الاذان. ايه هو المقصود من الاذان؟ اعلام الاخرين بدخول وقت الصلاه. طب انت ما فيش معاك اخرين، من اجل ان تعلمهم بدخول وقت الصلاه، يكون الاذان في هذه الحاله عبث ولا فائده ولا قيمه له. فهمنا كده؟ كيف البدايه حضرتك بتشرح بان القديم هو، ما احنا قلنا هل هو حق للوقت ولا حق للصلاه؟ المعتمد القديم هو حق للصلاه. حق للصلاه، فين هو؟ انا فين الكلام ده؟ ده العكس بقى، ممكن تكون اتعكست. فين بس؟ هات كده. اتعكست. طب انت اللي ما بتسمعوش. طيب نكمل دي، بس سيبك من دي، خليها معاك للاخر، هنقعد نقراها. لكن ده كلام المحلي اهو، بيقول ايه فيه؟ بيقول لك لان المقصود من الاذان الاعلام. ايه هو بقى مطلق؟ مش حاجه اسمه مطلق الاعلام. الاعلام يعني الاعلام بدخول وقت الصلاه، والإعلام منتفي في المنفرد، لأن المنفرد عنده علم هنعلمه بإيه، هو حصل له العلم فلا يحتاج إلى إعلام. قال الرافعي بعد ذكر القولين كما في الوجيز، والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن، إنه الضمير العائد للمنفرد الذكر، ولم يتعرضوا أي الجمهور للخلاف. يعني الجمهور قال يستحب للمنفرد أن يؤذن، ولم يتكلم جمهور الأصحاب على أن في هذه المسألة خلافا. وأفصح النووي وصرح وأباح بأن طريقة الجمهور أفضل وأرجح. قال وأفصح النووي في الروضة، روضة الطالبين، بترجيح طريقهم، أي بترجيح طريق الجمهور على غيرهم، واكتفى عنها، أي عن طريقة الجمهور هنا، أي في المنهاج، بذكر الجديد كالمحرر. يعني في الروضة قال والجمهور اقتصروا على أن المنفرد يؤذن ولم يحكي في ذلك خلافا، وقال إن هذه الطريقة وهي طريقة الجمهور أرجح. وهنا في المنهاج عبر عن هذه الطريقة بالجديد. طب ما هو الجديد قدامه قديم، قال ما هو لعل القائل بالجديد هنا غير مثبت للقديم فيكون قاطعا. ده كلام القليوبي.
حتة منه دقيقة جدا لأنها حر. خليك بس معدي سواك من الثانية دي. وهنا بيقول إيه؟ اقرأ كده. بيقول قال واقتصروا والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن، يعني على أن المنفرد يستحب له أن يؤذن، ولم يتعرضوا أي الجمهور للخلاف. وأفصح النووي في الروضة بترجيح طريقهم، أي بترجيح طريق الجمهور القائلين بأن المسألة لا خلاف فيها. خلصنا من الروضة. طب هنا بقى قال هنا اكتفى عن طريقة الجمهور بالتعبير بذكر الجديد، ولعله أي من قال بالجديد نافي للقديم غير مثبت له، فيكون في النهاية قاطع بندب الأذان للمنفرد بذكر الجديد كالمحرر. المحرر ذكر الجديد وهو ذكر الجديد فقط. طب ما هو الجديد في قديم. قال له لا، ما هو القائل بالجديد ده لعله نافي ان هناك قول قديم اصلا، فانما صرح بالجديد صورة. لكن لا، هو مش جديد بمعنى ان في مقابله قديم. ولعل وجهه ان القائل بالجديد قد يكون نافيا للقديم فهو قاطع، وإذا كان قاطعا فقد وافق طريقة الجمهور. ازاي؟ هو خالف، ولكن خالف من أجل أن يعني يسير ويوافق طريقته في الروضة. ده في الروضة بيقول لك رجح طريقة الجمهور الذين قطعوا بأنه يندب له أن يؤذن، وقالوا بأنه لا خلاف، وقال طريقة الجمهور أرجح. وهنا عبر عن طريقة الجمهور بالجديد، قالوا بس الجديد يفهم زي ما حضراتكم بتقولوا كده في قديم. قالوا لعل القائل بالجديد هنا نافل القديم، لعله هنا في عبر بالجديد يعني إيه صورة كده بس موافقة لكلام الإمام الرافع في المحرر، لكن هو نافي للقديم. وما دام نافي للقديم يبقى هو قاطع، وما دام قاطع يبقى وافق طريقة الجمهور التي ذكرها في الروضة. لكن في المسألة يعني في هذه المسألة في خلاف، حيث قال الإمام الرافعي في الحديث يا ابني ده. وقال الرافعي بعد ذكر القولين كما في الوجيز والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن ولم يتعرضوا للخلاف. ده كلام الرافع. ده الرافع كمان أصلا ما أثبتش في أخلاف. طب هات لنا عبارة الرافع يا ابني، هات عبارة الرافع. هات عبارة الرافع. وخلي بالك الجملة بتاعت الإمام المحلي هتلاقيها في الخطيب. هات كده الخطيب على ما انت تجيب كده الرافعي. ليه؟ لا يا، عشان في ناس بتشتكي. امسك الميكروفون، في شكوى منكم الناس اللي بتتابعنا بره
بتقول انتم لا تحافظوا على ان انتم تسمعوا غيركم. ها وظاهر اطلاقه تبعا للمحرم مشروعيه اذان المنفرد وان بلغه اذان غيره. هي دي نقطه الخلاف، وان بلغه اذان غيره. ها وهو الاصح في التحقيق والتنقيح. ماشي، هو الاصح يبقى في خلاف. ها وقال الاسنوي ان العمل عليه وهذا هو المعتمد، وإن صحها في شرح المسلم أنه لا يؤذن. وقال الأذرعي هو الذي نعتقد رجحانه، ويكفي في آذانه إسماع نفسه بخلاف آذان الإعلام للجماعة، ويشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه. لا، كل أنا مش عايزه، كل ده أنا مش عايزه، كل ده أنا مش عايزه. يا ابن قال والجديد قال الرفعي الذي قطع به الجمهور. لا، ما ذكرش اكتر من هذا. عندك في التحفه ايه؟ وريني كده، ارني التحفه النسخه الجديده. قال والجديد ندبه أي الأذان أوصى، وإن بلغه أذان غيره على المعتمد للخبر الآتي والسلام عليكم، ويرفع صوته إلا بمسجد. ابن حجر ترك كل الجدل اللي احنا بنقوله ده. لا يا مولاي، خد، جميلة النسخة دي، جميلة خالص. العزيز اللهم أعزنا بعزك. إيه ده، يعني مفيش حد غير المحقق المحلي هو اللي زاد بهذا التفصيل الرائع؟ قول كده. قال والجليل ندبه للمنفرد. قال الإمام ابن ملقن في عمدة المحتاج قال والجليل ندبه للمنفرد أي في الصحراء أو بلد، لما روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبي سعيد الخدري أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك
أو باديتك فأذنت للصلاة فأذنت في الصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن مدى عندك مدى مش مدى فإنه لا يسمع مدى يعني نهاية مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة وهذا القول منصوص عليه في القديم أيضا وصحح في الأصل رضا القطع به وصحح في أصل الروضة القطع به طب ما أنت صححت في أصل الروضة القطع به كيف هنا تقول والجديد هنا المحل حلها لك منفير. لكن في أصل الروضة صححها أنها من المقطوعات والثاني لا يندب له لأن المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام وهذا لا ينتظم في المنفرد وهذا ما حكاه الرافعي وغيره عن القديم قال وخصه في التتمة بالمنفرد بالمصرى ولم يطلق في المنفرد بالصحراء وقال المصنف في شرح المهذب هذا القول مخرج وفي وجه مخرج سماه الغزالي قولا إن رجي حضور جماعة فين بقى العزيز؟ قال الإمام الرافعي في العزيز فالمنفرد في الصحراء أو في العصر هل يؤذن؟ الجديد أنه يؤذن فالمنفرد في الصحراء أو المصر تصحيف العصر ده تصحيف في ألف المصر مش العصر العصر دي ما خلصت العصر هل يؤذن الجديد أنه يؤذن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري إلى آخره وحكى عن القديم أنه لا يؤذن كان المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام هو منتفد في حقي المنفرد كمل وقال بعض أصحابنا إن كان يرجو حضور جمع أذن وإلا فلا حمل حديث أبي سعيد على أنه ده بيقول لك هنا قال الرافعي بعد ذكر القولين كما في الوجيز والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن هات لي كده العبارة دي اقرا كده شوف لي العبارة دي عنك ده بعد ذكر القولين كما في الوجيز والجمهور اقتصر على أنه يؤذن عندك ها وفي المسألة سيدي هذا إذا لم يبلغ فأما إذا بلغه بالخلاف فيه مرتب على هذا فالخلاف وأولى هات أرش أرى مني أرش أسمع وأنتوا بتقروا من القول يقتصر في الصفاء والبحر قبل القول في سلسة القول
فيش الكلام ده. طيب انا قلت كده، قال الرافعي بعد ذكر القولين والجمهور اقتصروا على انه يؤذي. وزاد في الدليل، زاد في هذا الكلام في الدليل بعد ذكر القولين في الدليل. والجمهور اقتصروا في الجديد ازاي؟ قال الرافعي بعد ذكر القولين في الدليل، يعني بعد ما ذكر القولين القديم والجديد قال والجمهور اقتصروا على انه يؤذن. لا يا ابني الكلام مش كده، وريني كده العبارة ثواني. فين يا ابني النهاية؟ هي عبارة الإمام المحل، قال الرافعي بعد ذكر القولين، بعد ذكر القولين في الجديد كالوجيزي. والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن ولم يتعرضوا للخلاف، وأفصحوا في الروضة، وأفصح في الروضة بترجيح طريقهم، واكتفى عنها هنا بذكر الجديد. يبقى عبر عن الطريقة المقطوع بها في الروضة بالجديد، وهو أنه يؤذن. ما الطريقة المقطوع بها في الروضة؟ أنه يؤذن، فعبر عنها هنا بقوله وفي الجديد أنه يؤذن. واكتفى عنها يعني طريقة الجمهور بذكر قوله في الجديد كالمحرف. ده النهاية هنا؟ نعم ده النهاية. ماشي واضحة. وقعد كده القليوبي قال ايه؟ قعد كده القليوبي مش هتلاقي حاجة في سيدي علي الشبرة بلسي. قال الرافعي بعد ذكر القولين في الجديد، في قوله في الجديد، يعني أي قال في الجديد ويؤذن في الجديد. لا كانوا قولين من ضمن الجديد خلاف. لا لا ما حصل، فين فين القولين في الجديد؟ هو هنا في المجموع يقول في قولين في الجديد فصل وعبروا بالمذهب. قال الرافعي بعد ذكر القولين في الجديد، قولين في الجديد كما في الوجيز. طب هات لنا كده الوجيز. اقرا القليوبي. قال واكتفى عنها اي طريق الجمهور بذكر الدليل، ولعل وجهه ان القائل ولعل وجه اكتفاء بالجديد عن طريقة الجمهور الحكاية للقطع اللي أنا قلته كامل عشان تسبحهم بس. ولعل وجهه أن القائل بالجديد قد يكون نافيا للقديم فهو قاطع، وقد لا ينفيه فهو حاكي. حاكي يعني حكى عنه. وكلا غير ذلك. طيب معقدة. لا ما هو يبقى في مشكله عنده بقى في الروضه، لانه حكى جزم بها وحكى طريقه الجمهور، وهنا حكى خلاف. فيا ترى انت بقى طريقه القطع اللي هي طريقه الجمهور انت اكتفيت عنها بايه؟ انا والله اكتفيت عنها هنا بالجديد. الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو اللي ذكره هنا. يعني بعد الخلاف في الجديد، لكن لم ينافي ينفي او في الخلاف القديم. لا ما فيش، ده ما فيش خلاف اصلا. لا قديما ولا جديد ما فيهاش خلاف. طريقة الجمهور بتقول ان هي ما فيهاش خلاف خالص، لا في قديم ولا يا ابني. طريقة الجمهور مطلقة. طريقة
ما تألفوش. الرجل بيقول لك والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن ولم يتعرضوا أي الجمهور للخلاف، يعني مطلق لا قديم ولا جديد ولا أحمر ولا أخضر. وأفصح النووي في الروضة بترجيح طريقه، الطريقة الجمهور التي لم تحكي خلاف قط أرجح من أي طريقة أخرى. طب وهنا عمل إيه؟ قال واكتفى هنا أي عن طريقة الجمهور بذكر الجديد. طب ما هو الجديد ده في خلاف وطريقة الجمهور لا خلاف فيها. قال له ما لعله القائل بالجديد نافي إن في قول قديم، فيكون بهذا قد قطع بما قال، واحتمال يكون حكى القديم بيقول ايه. ده شغل فتة يا جدع، بقول لك واضحة اهي، بيقول لك واقتصر. اقرأ تاني، وانت تحكي للعيال والعيال دماغها النهاردة محجرة. قال الرافعي بعد ذكر القولين كما في الوجيز، انا مش قلت لك هات الوجيز فيه؟ هتلاقي جواه الوجيز، بارك الله فيك. والوجيز هتلاقيه بي دي اف. لان فيه الوجيز ايضا في الوجيز القولين دول، فهو نقلهم كما نقلهم صاحب الوجيز. وفي المنفرد في بيته ثلاثة أقوال، وفي الثالث إنما يؤذن إذا انتظر حضور الجمع، فإن كنا لا يؤذن ففي إقامته الخلاف. لا إيرة تاني كده اللي بقى. وفي المنفرد في بيته ثلاثة أقوال، وفي الثالث قبله إيه؟ وفيه ثلاثة فصول. الأول في محله وهو مشروع. طب اقرأ، خد بس الميكروفون. الأول في محل الأذان. الباب الثاني في الأذان وفيه ثلاثة فصول. جميل. قال الغزالي الأول في محله وهو مشروع سنة على الأظهر الرأيين. على أظهر الرأيين في الجماعة الأولى من صلوات الرجال في كل مفروضة مؤداها، وفي الجماعة الثانية في المسجد المتروك قولان، وفي جماعة النساء ثلاثة أقوال، وفي الثالث أنها تقيم ولا تؤذن. عدات المنفرد. وفي المنفرد في بيته ثلاثة أقوال، وفي الثالث إنما يؤذن إذا انتظر حضور جمع. عارف يعني إيه؟ يعني واحد قال له يؤذن، الثاني قال لا يؤذن، ثم ذكر التفصيل. واحد قال يؤذن، الثاني قال لا يؤذن، الثالث قال له إن انتظر حضور جماعة يعني إن توقع حضور جماعة يؤذن، لأن هو يؤذن فيدعو الناس اللي منتظرهم فيأتوا يصلوا معه، إن لم ينتظر فإذا أذنك إيه؟ يبقى ذلك ليس لإحضار المصلين، يبقى لا فائدة فيه. وفي الثالث إنما يؤذن إذا انتظر حضور جمع، فإن كنا لا يؤذن ففي إقامته خلاف. يبقى هو كأنه المفصل ده هو ما احتبروش. قال الرافعي بعد ذكر القولين كما في المحرر، يعني كما إن القولين دول في المحرر، واحد يؤذن والثاني لا يؤذن. بعديها وكله في الصلاة الفائتة المفروضة. لا خلاص، فائتة دي منتهى منها. انت عام معك ايه؟
طيب يبقى هنا في الوجيز في قولين، الجمهور اقتصروا على انه اي منفرد يؤذن. هات لنا كده عبارة الروضة. طيب فهمنا يا اخواننا، ننقل ولا ننتظر نبحث اكثر؟ لا النووي في الاصل الروضة قال ان الجمهور لم يحكوا فيها خلاف، ورجح طريق الجمهور بانه لا خلاف فيها، وهنا في المنهاج عبر عن طريقة الجمهور التي قالت بأنه يؤذن بقوله على الجديد. وكمان يفهم منه أنه كمان ما فيش خلاف، لأن القائل بالجديد لعله نافي أصلا أن هناك قول قديم، فهو بهذه الطريقة قاطع. سيكون هناك إشكال سيدي حيث حكى إمام رافي، ما هو حاكي يا ابني، هو حاكي، ما دي طريقة الجمهور. وطريقة الجمهور معناها ان ما فيش غيرها، في طريقة تانية. ولذلك شوف القليوب بيقول ايه، يقول لك او لعله هو حاكي، لما ذكر القول القديم ذكر ان بعض الاصحاب حكوا عن الامام الشافعي في القديم ان هو لا يؤذي، فهو حاكي. لكن هي المسألة إما أن نقول بأن القائل بالقديم لا يثبت، القائل بالجديد لا يثبت قديما، وحينئذ فيكون موافق للجمهور الذين قالوا بأن المسألة مقطوعة، مقطوع به، أو لعله إنه هو حكى ما عدا الجديد. قال النووي: أما المنفرد في الصحراء أو بلد فيؤذن على المذهب، والمنصوص في الجديد وقيل لا يؤذن في القديم. وفي وجه إن رجى حضور جماعة أذن، وإن ثلاثة هم الثلاثة بس، هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذن، هذا إذا لم يبلغه. طب إذا بلغه، فإن بلغه فالخلاف مرتب وأولى بأن لا يؤذن. نفس عبارة ال كم؟ فإن قلنا لا يؤذن فهل يقيم وجهان؟ كم؟ أصح نفس ما نعم. الكلام بتاع الرفع بالنص. أصح ما نعم. وإن قلنا يؤذن فهل يرفع صوته؟ نزر. إن صلنا في مسجد أقيمت فيه جماعة وانصرفوا لم يرفع، ولئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى إلا بوجهان، الأصح يرفع، والثاني إن رجى جماعة رفع إلا فلا. أما إذا أقيمت جماعة في مسجد فهدر قوم، فإن لم يكن له إمام راتب لم يكره له إقامة الجماعة فيه، وإن كان كرهت على الأصح. بس ما فيش بعد كده بقى وقال وقلت في الزوائد كذا كذا. طب وريني، طب فين بقى والجمهور اقتصروا على انه يؤذن ولم يتعرضوا للخلاف. وافصح في الروضة بترجيح طريقين، فين بقى هو بقى الإفصاح؟ سيدي من كل الإمام الرفيع والجمهور اقتصروا على ذكر المذهب المنسوب إلى الجديد، فالجديد فيه طريق يعني فيه طرق إلى حاضر. انت لذيذ ولا
طيب قول. قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في العزيز شرح الوجيز: وأطلق في المسألة ثلاثة أقوال، والإمام لم يروه إلا عن بعض الأصحاب، والجمهور اقتصروا على ذكر المذهب المنسوب إلى الجديد ولم يتعرضوا للخلاف. والجمهور اقتصروا على ذكر المذهب. ذكر المذهب، ما هو المذهب دي طريقة القطع. ما هو منين بقى إنه الإمام النووي رجح طريقة الجمهور؟ لأنه قال المذهب أنه يؤذن، والمذهب غالبا بيكون طريقة القطع، فقطعه ورجح. يعني شوف كلمة والمذهب هي معنى قوله وأفصح في الروضة بترجيح طريقهم، لأنه مذهب يعني يا مولانا مذهب يعني في طرق، وإنه يعني الطريقة دي تقريبا هي طريقة القطع، ولذلك الإمام النووي رجحها على طريقة الخلاف. قال والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن ولم يتعرضوا للخلاف، لأنه قال والمذهب، يبقى دي طريقة القطع ودي طريقة الجمهور، ولم يتعرضوا للخلاف. وأفصح النووي، ما دي عبارة مين؟ دي عبارة الإمام الرافعي نصها. قال وأفصح في الروضة بترجيح طريقهم، فين؟ هو ما عبرش وقال وأرجح هذه على غيره، وإنما عبر عنها بالمذهب. المذهب ده عبارة عن إيه؟ عن اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، بعضهم يحكي فيها طريقة القطع وبعضهم يحكي فيها طريقة الخلاف، لكن هنا رجح طريقة القطع. قطع بإيه؟ بأنه يؤذن، ما فيهاش، قال لا هو يؤذن بلا خلاف. والإمام النووي أفصح بتعبيره بكلمة المذهب بأن هذه الطريقة وهي طريقة القطع مرجحة على طريقة الخلاف. طب انت هناك رجحت طريقة القطع على طريقة الخلاف، وهنا قلت الجديد والقديم، قال له ما هو اكتفى عن طريقة الجمهور اللي هي طريقة القطع بأنه يؤذن بذكر الجديد، كأنه هنا عبر عن طريقة القطع أنه يؤذن بأنه هنا جديد، وأضف إلى هذا إن القائل هنا بالجديد قد يكون نافيا للقديم فيكون قاطعا، فتتساوى العبارة هنا مع العبارة هناك. هنتكلم على الجمهور، ما احنا بننفيش، بنقول إن في طريقة اسمها طريقة القطع ودي طريقة الجمهور، لكن هل في خلاف؟ اه في خلاف، بس في الاتجاه الثاني. ما انت بيجي لك خط كده، بيجي لك نقلة مجموعة من الرواة بيقولوا إن الإمام الشافعي على سبيل المثال يقول في أذان المنفرد بأنه إن لم يبلغه أذان إلى آخره يؤذن. طب عندكم بضاعة أخرى في هذه المسألة؟ يقول لك لا ما عندناش، ما نقلناش، ما فيش غيرها، ويمشي. يجي لك مجموعة تانية يقول لك لا ده الإمام الشافعي نقل عنه في هذه المسألة قولان. ده إذا كانت يعني الطرق كلها مركبة من الأقوال، لكن قد تتركب الطرق من أقوال مع الأوجه. فيجي الطريق الثاني مجموعة من النقلة يحكون المذهب، فهذا يحكي أنه الإمام الشافعي قال بأنه يؤذن، وهذا يحكي بأن الإمام الشافعي قال بأنه لا يؤذن. يبقى دي اسمها طريقة الايه؟ طريقة الخلاف. بس هو هنا قال قطع بطريقة القطع، رجح طريقة القطع على طريقة الخلاف. جميل. وهنا عبر عن طريقة القطع بقوله الجديد. جميل. بس الجديد ده كده مش قاطع، قال له ما هو حل اللقاء بالجديد هنا نافي أن يكون هناك خلاف. وعلى كل حال
يعني المسألة ما فيهاش كبير إشكال. ولذلك تجد أن الخطيب الشربيني حتى قال لك وقطع بها الرفعي وعدى. الإمام المحلي تعبنا معاه وأرهقنا ونقل هذه العبارة بكمالها وتمامها الإمام عندنا الرمل. الوجيز حكى برضك الثلاثة أقوال، إنه يؤذن لا يؤذن، إن رجى جماعة أذن وإن لم يرجو جماعة لم يؤذن. ثلاثة شفتوا بقى النهاردة الفائدة كبيرة جدا. مين اللي عايز يسأل؟ عشان كده مش هناخد ويكفي في أذاني نصل إلى ويرفع صوته، لأن إن شاء الله أنتم معكم الأذان فترة حلوة يعني. ها في حد عايز يسأل يا ولاد؟ قولي اللي في المجموعة، امسك الميكروفون واقرا، امسك الميكروفون يا مولينا واقرا. الحجر عليك يا ولدي. فرع المنفرد في الصحراء او بلد يؤذن على المذهب والمنصوص، اهو يؤذن على المذهب المنصوص عن الامام الشافعي والمنصوص في الجديد والقديم. انه يؤذن ايه؟ يؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد والقديم، وهو المنصوص في الجديد وهو المنصوص كمان في القديم، ده ما فيهوش حكايه. ده هنا كمان في المجموعه لك كان ما فيهوش خلاف، ده صريح مريح اهو. لاطلاق الاحاديث وفيه قول، ده هنا بيقول لك ايه؟ على الجديد وعلى القديم وعلى منصوص الامام الشافعي يؤذن وما فيش غيره. وفيه قول مخرج انه لا يؤذن، وكأن القديم ده يعني كأنه قول مخرج. ووجهه تخريجه يعني ذكروا دليل التخريج. ايه وجه تخريجه؟ هو وجهه خرجه او خرجه لا لا قبله ايه؟ قبله ايه؟ ثواني. وجهه لا قبله ايه الكلمه اللي قبله؟ انه لا يؤذن. انه لا يؤذن وفي قول خرج انه لا يؤذن. ووجهه خرجه او لا تخريجه تخريجه ابو اسحاق المروزي من نصه في الاملاء ان رجع حضور جماعه أذن وإلا فلا. وخذ من هنا هذا بعد كده إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره، فإن بلغه فطريقان، أحدهما أنه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف، وبهذا طريق قطع الماوردي شوف اهو الجمهور اهو انه ايه يؤذي بهذا الطريق قطع الباوردي وفلان وعلان و و و و و و الى اخره. هو في خلاف لا طب ما هو في خلاف، بس هو بيقول الطريقة الجمهور ايه؟ وبهذا قطع الماوردي اللي هو بالاذان، وبهذا قطع الموارد يعني بالأذان بأنه يسن له أن يؤذن. طيب ما هو الجمهور أو قطعين أو يبنى، يبقى دي طريقة القطع والإمام النووي مال إليها. طب إيه تاني؟ ده الأذان إحنا قلنا هنخلصه بسرعة. أذان الأذان أذان. قال ويكفي في أذانه أي المنفرد إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام للجماعة. ليه؟ أنا هنا عايز أطبق السنة، والسنة تحصل بإسماع نفسي. أنا هناك عايز أدعو الناس إلى الصلاة ولا يحصل ذلك إلا بإسماعهم، فيشترط في أذان الإعلام أن يجهر جهرا بحيث يسمعه الآخرون،
لأن ترك الجهر يخل بالمقصود من الأذان وهو الإعلام. طب هل لابد أن أنا أسمع الناس كلها؟ قال له يكفيك أن تسمع شخصا واحدا. أما الإقامة فتسن على القولين. طيب، أو يرفع المنفرد الذكر صوته بالأذان ما استطاع ندبا، يعني قدر استطاعته ما لم يترتب على ذلك إجهاد لي أو ضرر، ويرفع أي ويسن أن يرفع المنفرد أي واحد الذكر صوته بالأذان ما استطاع، يعني قدر استطاعته ما لم يترتب على ذلك ضرر. وروى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له، أبي سعيد الخدري قال لي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية. شافه متعلق به قال له خلي بالك أن شكلك كده أنت بتحب الغنم وبتحب الإيه؟ بتحب البادية كمان، الصحراء، لأنه هو يعني ده أمر اجتماعي إن اللي كان معه غنم كان بيطلع يربيها في الصحراء، بس هو من لوازم حب الغنم أن يحب المكان التي ترعى فيه الغنم، أي لأجل الغنم، لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى، وإصلاحها بالمرعى في الغالب إنما يكون في البادية، والبادية هي الصحراء التي لا عمارة فيها، ما فيهاش كده مباني بقى وكده، وفيها اسم شرطة وفيها وإلى آخره من البرف. فإذا كنت في غنمك، فيهم يعني معاهم، يعني مش واحد منهم أو في باديتك يعني في صحرائك، يحتمل إن الراوي شك، ويحتمل إنه كان على سبيل التنويع، يعني تارة تكون هنا وتارة تكون هنا، لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون مع في البادية من حيث لا غنم. يبقى إذا كنت في غير البادية ومع غنمك أذن، إذا كنت في البادية بمفردك ولا غنم أذن. فأذنت للصلاة أي لأجل الصلاة، يعني أعلمت بوقتها، فارفع صوتك بالنداء. فارفع فيه إشعار بأن الأذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم، قال له فارفع صوتك بالأذان، يبقى هو عارف الأذان، يبقى هو ده الأذان كان مقرر عنده وكان عارفه وعارف كلماته ومتعلمه. في إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع، ده قال له فارفع فقط، ولكن لم يعلمه كيفية الأذان وماذا يقول فيه وماذا يقول بعده وما هي السنة إلى آخره. صوتك بالنداء، بالنداء وهو الأذان، فإنه لا يسمع مدى صوتك، يعني نهاية صوتك، نهاية صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء. إيه ده يعني الجن بيسمع؟ والإنس نعم. طب يقول لك ولا شيء، يعني ظاهره يشمل الحيوانات، ولا يسمعك الحيوانات ولا الجمادات، هي بتسمع؟ خد بالك، فهو من العام بعد الخاص، يبقى ولا شيء ده عام وما قبله خاص. ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني نهاية صوته، مطرح ما بيدي بقى صوته كده ويبتعد ويصل إلى الناس تصله رحمة الله فيعفى فيها عن ذنبه، ويشهد له كل رطب ويابس، لأن الجمادات تتفاعل مع أذانك فتكون شهيدة لك يوم القيامة. إلا شهد له يوم القيامة. قال ابن أسأل حاجة
قال ابن بزيرة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي. طب وإيه بقى الحجر والجماد والنبات هيشهد لك بالتسبيح وإلى آخره؟ قال: لا يكون إلا من حي. فهل ذلك حكاية عن لسان الحال؟ يعني كأنها تشهد لك بحالها لا بقالها، لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال ربها، أو هو على ظاهره وغير ممتنع، يعني عادة عقلا أن ينطقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن يخلق فيها الحياة، وأن يخلق فيها الكلام. طب وما معنى الشهادة ديت؟ أنها تكون زيادة فضل ومدح ورفعة درجات يوم القيامة. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما قال صعصعة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو سمع بس النبي خاطبه أبا سعيد الخدري، وراح هو واخد الحديث ومحول الخطاب الذي خوطب به من النبي إلى خطاب لصعصعة، أي سمعت ما قلته لك بخطاب لي. يعني أنا خطبتك بي والنبي زي ما أنا قلته لك خطبني بي، كما فهمه الماوردي. سمعت ما قلته لك بخطاب لي. ما هو كلمة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيه هو اللي سمعته؟ هل من أول إنك تحب الغنم والبادية سمع من النبي، ولا سمع يعني الجزء الأخير وهو فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إلى آخره؟ الإمام الغزالي والإمام إمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام الماوردي قالوا: لا، ده سمعته من بداية الحديث، وهي قوله إنك رجل تحب الغنم والبادية فإذا كنت في باديتك إلى آخره. وبعض العلماء قال: لا، أسمعته ده المقصود فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من كذا 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 إلى آخره. وأورده باللفظ الدال على ذلك، وأورد هذا الحديث باللفظ الذي يدل على فهمهم إنك تحب الغنم والبادية. حولوا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري إني أراك تحب الغنم والبادية، فحولوا بقى كما فهموه. وأوردوه الإمام الماوردي والإمام إمام الحرمين والإمام الغزالي، وأوردوه باللفظ الدال على ذلك، على ذلك اللي هو إيه؟ إنك رجل تحب الغنم، وأنه خوطب به كاف الخطاب، ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد. لأصوه لو قال له إنك رجل تحب كذا فإذا كنت في غنمك وباديتك يبقى ده أذان المنفرد، لكن لو كان المراد سمعته يعني فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن يبقى ليس فيه دليل على أذان المنفرد. فهموا أن قول أبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد على ما ذكر. وقيل إن ضمير سمعته لقوله لا يسمع مدى صوت المؤذن إلى آخره فقط. هذا، ونكمل بقية هذا الدرس غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.